خلال الفيديوهات الماضية تعرفنا على معنى كلمة علم، معنى كلمة البيانات، تعرفنا على أنواع البيانات الكمية وأنواع البيانات النوعية، وهلأ أجا الوقت لنعرف أكثر عن علم البيانات. إذا عملتوا بحث صغير على جوجل عن معنى أو تعريف مصطلح علم البيانات سواء بالعربي أو بالإنجليزي، رح تلاقوا كم هائل من التعاريف المختلفة عم تشرح نفس المصطلح. بيرجع هذا السبب انه هذا المجال بتكون من العديد من العلوم المختلفة المرتبطة مع بعضها البعض، لذلك ما في تعريف واحد متفق عليه من قبل الجميع لتعريف علم البيانات، وهذا الشيء بيضيف عائق على فهم او تعريف علم البيانات. لذلك حابب اعرض بعض الاشكال يلي عرفوا فيها هذا العلم، وآخر شيء منشوف كيف فينا نعرف علم البيانات. الشكل الأول بيعرف علم البيانات على أنه تقاطع من ثلاث مجالات. المجال الأول هو علم الحاسوب، المجال الثاني هو الرياضيات، الدائرة الثالثة أو المجال الثالث بيعبر عن مدى إلمام الشخص بالمجال اللي عم بيتم ممارسة علم البيانات فيه. يعني إذا كنت عم تمارس علم البيانات بالتسويق فأنت لازم تعرف بالتسويق، إذا كنت عم تمارس علم البيانات بالمحاسبة فأنت لازم تعرف عن المحاسبة، إذا كنت عم تمارس علم البيانات بمجال مثلا بالفيزياء فأنت لازم تعرف بالفيزياء. فهي الدائرة أو هذا المجال بيعبر عن خبرة الشخص بالمجال اللي عم يمارس فيه علم البيانات. الشكل الثاني اللي بيعبر عن مجال علم البيانات هو هذا الشكل اللي هو أعقد من اللي قبله بشوي، واللي بيقول إنه علم البيانات هو محتوي علم الحاسوب، خبرة بالمجال اللي عم يمارس فيه علم البيانات، الرياضيات والإحصاء، بالإضافة لعلم الآلة، هندسة البرمجيات، وخبرة بالأعمال البحثية بشكل عام. الكلمة الموجودة بالنص اللي هي تقاطع المجالات الثلاثة تعبر عن الحيوان الخرافي اللي اسمه وحيد القرن. هاي الفكرة موجودة هون دلالة على انه الجمع بين المجالات الثلاثة او مختلف العلوم بنفس الوقت هو امر جدا صعب ومن المستحيل القيام فيه. فعادة فريق علم البيانات الموجود بشركة او مؤسسة ما تتكامل خبراته ليحقق المجالات الموجودة هون، لانه من المستحيل انه شخص واحد يلم بكل هدول المجالات بنفس الوقت. الشكل الثالث عم بيورجينا المهارات او المجالات يلي لازم يمتلكها عالم البيانات، يلي هي ممكن تكون بمجال البزنس، انه يكون ملم بالبرمجة، عنده معرفة جيدة بالإحصاء، وبنفس الوقت قادر على إيصال الأفكار بشكل جيد. فالخليط بين هالأربع مجالات أو هالأربع مهارات هو اللي بيعطي عالم بيانات ناجح، اللي هو التقاطع بين المجالات الأربعة. وأخيراً الشكل الرابع والأخير اللي حابب أعرض لكم إياه بيعبر عن قديش مجال علم البيانات هو خليط ومزيج من عدة علوم مختلفة مرتبطة مع بعضها البعض، فلدرجة انه الشكل اللي موجود قدامنا هو تقريبا غير مفهوم ومن الصعب انه حدا يفهمه. فمثلا عندنا مجال الذكاء الاصطناعي، بقلب المجال الذكاء الاصطناعي عن موجود تعلم الآلة، لازم يكون الشخص بيعرف بالإحصاء، لازم يكون الشخص قادر على عرض البيانات بطريقة جميلة وتفاعلية لإيصال الأفكار بأفضل شكل ممكن، لازم يكون الشخص ملم وعنده معرفة بإدارة قواعد البيانات ومعالجة البيانات، لازم يكون عنده معرفة بمجال Data Mining، تنقيب عن البيانات، Knowledge Discovery اللي هي هي الدائرة الزرقاء الواضحة هون، وآخر شيء حاطين إنه Data Science أو علم البيانات هو بمنتصف كل هي العجقة أو مجموعة الدوائر أو مجموعة الاختصاصات اللي شايفينها قدام. لذلك كتير مهم تترسخ هي الفكرة ببالنا بأنه مجال علم البيانات
هو مجال واسع وخليط من عدة علوم مختلفة مرتبطة ببعضها البعض، وبأغلب الأحيان لا يمكن لشخص واحد إنه يلم بجميع هي العلوم بوقت واحد. طيب، كيف فينا نعرف علم البيانات؟ ببساطة، علم البيانات بيركز بشكل أساسي على معرفة وفهم البيانات اللي بتمتلكها شركة أو مؤسسة أو فرد، واستخدامها لحل مشكلة ما أو الإجابة عن أسئلة معينة. 2. تقديم توصيات ونصائح للإدارة لتحسين الأعمال. 3. تقديم توصيات ونصائح للإدارة لتجنب المشاكل قبل حدوثها. وكل هذا الشيء لازم يصير باتباع المنهج العلمي يلي حكينا عنه بالفيديوهات الماضية. باختصار، علم البيانات هو فن استخراج المعرفة وتطوير المنتجات من البيانات بطريقة علمية.